ايه كوتش، مباراة مهمة كونتر الاتوال. تتصور انه المباراة هذه تلعب على المعنويات اكثر منها مش تلعب على الامور التكتيكية؟ تلعب على المعنويات وكيف باش تلعب على الامور التكتيكيه، فماش مباراه معناها تلعب على جزئيه واحده، هذه الجزئيات هما اللي دخلوا في معناها المباراه هذه. معنويا نتصور معناها حضرنا الفريق وقاعدين معناها نتحدث مع اللاعبين نتاعنا، لكن فنيا وتكتيكيا لازمنا نكونوا حاضرين معناها 100% باش نجموا نرجعوا مؤسسه بريستا بوزيتيف. اليوم 3 جور وعندنا مباراه مهمه بعد مباراه نادي الافريقي، ما ننساوش جرينا برشا في مباراه نادي الافريقي باش غطينا النقص العدد نتاعنا، ريتم كبير لعبنا بيه في شوط ثاني. الملاعبيه ما قصروش، قدموا مباراه كبيره لكن خسرنا على جزئيات بسيطه وجزئيات ما تتمثل في التركيز وتتمثل معناها في التمركز نتاعنا في الميدان. تحدثنا برشا على ليكيليبر، تمشي للاتاك وتهاجم اوكي، لكن لازمك تكون متوازن، لازمك تكون تعرف ايش تعمل، خاصه كي تبدا معناها في نقص عددي. هذاك اللي ما صارش، خسرنا لونتام دو ماتش نتاعنا، خسرنا نهايه المباراه معناها مونك، معناها دينا اتونسيون، خلينا معناها نخسروا ونبي كاش لي زيرور نتاعنا. اليوم مباراه النجم الساحلي، مباراه اخرى من حجم الثقيل بالنسبه لنادي الرزفاق، لازم يكون اللاعبين نتاعو حاضرين 100% من لونتام دو ماتش. جانسيست تري بيان على لونتام دو ماتش باش نجموا نخرجوا بريستا بوزيتيف. بالنسبه للغيابات، حمزه المثلوثي باش يكون مش تعوضوا، شفنا مريح لعب قبل فاير ايمن، ممكن لاعب سي بشرف في العيد. مع الغيابات كل اسبوع عندنا غيابات، لازمنا نتعاملوا مع الملاعبين اللي موجودين. بالنسبه لي انا اللاعب اللي باش يكون حاضر واللي نجم معناها يعطينا الاضافه في المركز هذاك ان شاء الله باش يكون معناها هو اللي موجود على الشارع اليمين. كما قلت الملاعبيه، كل الملاعب لازم يكون موجود في ليفيكتيف تاع سي اس اس، لازم يستحق معناها المكان نتاعو، وعلى ذاك لازم يفرض روحه ويظهر اللي معناها وجوده في نادي الرزفاقسي ماهوش معناها مجامله، لكن الوجود نتاعو لازم يكون معناها امر طبيعي، لانه اللاعب هذا عنده معناها مردود ممتاز. اليوم باش خروج حناشي ان شاء الله نلقاو معناها الملاعب الحاضر فنيا، خاصه معناها على المستوى التكتيكي يكون حاضر باش ينجم يعمل مباراه محترمه في سيسي. الكوتش اللاعب السابق نادي الرزفاقسي حاتم ترابلسي البارح حكى وقال لي سي سي تحسن مع المدرب الاسعد البريدي، شنو تعليقك على الكلام حاتم؟ نشكر حاتم على الكلام هذا، نعرفه حاتم معناها هذه تجور معناها كلمته يقولها وانسان معناها اونيت، نحترمه برشا خونا حاتم. ان شاء الله نكملوا نخدموا في نفس الثنيه ونكملوا معناها نحاولوا نتحسنوا في تولي بلون. بالنسبه لي انا الاوبجيكتيف نتاعي اني معناها نحسن الملاعبيه نتاعي انديفيديوال مون كوليكتيف، كيما بدينا في بنزرت ولا في جابس ولا في الملعب التونسي، اليوم في نادي الرزفاقسي في فعاليه اخرى نحب نطلب المجموعه نتاعنا لمستوى معين على مستوى معناها المردود. يلزم الجمهور نادي الرزفاقسي يحب كوره ويحب يتفرج في الجمعيه نتاعو. هذا الماتش هذا معناها ماتش كلاسيكو، ماتش كبير، ماتش جوار يكون فيه حاضر وحده وحده، معناها هذا اللي بين نهار الاربعاء ونهار الاحد ما ثمش برشا وقت، لازم برشا ريكوبيراسيون برشا راحة. هذا اللي توا انترمون اللي نترناو فيه معناها مش باش يكون كبير ياسر واللي باش يكون فيه برشا خدمة، مي معروف ماتشات هذوما يتقدموا يتربحوا لازم واحد يجري، واحد لازم يكون حاضر. قوي هذا اللي ان شاء الله كيما عملنا مردود به ماتش قريب، ان شاء الله ماتش ليتوال نعملوا مردود خير من هكا باش نروحوا بانتصار ان شاء الله. حسام اللاعب السابق نادي الرزفاقسي حدا من ترابلسي قال لي حسام ولا سيرت الران كارح، ايش نجم تقول؟ والله تو برسك خذيت وقت اكثر باش جيت نلعب قبل ما انا تشوف، كريت برشا اصابات اللي ما خلتنيش نرجع اون فور. ما تشوف تو واحد يشوف صحابه كل تجري ويشوف روحه يترنى بالبيع، علاش لا ما يكونش جارح ويعطي لو بليس ان شاء الله للجمهور. حسام سي اس اس حسب رايك نجم يكون الكونكورون الاول على البطوله مع الترجي؟ هذا الكلاسمون تاعنا والكلاسمون يخلينا تقول سي سي قاعدة تعمل في ماتشات بعيد، احنا تشوف انا عامين تو فريسك نفس الجوهرات نفس الكيف، حاجة باهية كي تشوف مردود كي هكا وتشوف لاعب كي هكا يخلينا في المركز الثانية. واحنا تو ما نخموش باش نخموش، نخمو نربحو ماتشاتنا وشامبيونا بعد تجي واحد ان شاء الله. ايه بالطبيعة الغالب معناها الكرة ما حبتناش الماتش اللي فات، خسرنا كنا ما نستحقوش الخسارة. ان شاء الله توا معناها عندنا ماتش كبير اخر كونتر ليتوال في سوسه، ان شاء الله بقدر ربي ماشي غادي باش نروحوا بتروبو ان شاء الله. بالنسبه للمعنويات نتاع الملاعبيه تشوفها ممسوسه ولا الجروب اون فور؟ لا لا ماناش ممسوسين الحمد لله، عارفين على شنو قادمين، الاولاد الكل نخدموا على رواحنا بقدره ربي، كما قلت لك نعملوا ماتش باهي ونروحوا بتروبو ان شاء الله. ماتش لهذا الحد حسب لك نجم يكون اهم ماتش سبيرونس، خاصه كي نحكيو على الكار بين السي اس اس وسبيرونس؟ لا والله ما يهمنا في حد، نحن لا في الاسبيرونس لا في حتى واحد، نحن عندنا كل ماتش وماتشوه، تعرف اربعة واحد كلاسيكو معناها نهار الاربعاء، لحد كونتر ليتوال زاد كلاسيكو اخر،
لازم نخمو بالماتش بالماتش. عندنا ماتش كونتر ليتوال، هذا هو اللي اهم حاجه نخمو فيه، ومن بعد عندنا جابس في صفاقس، ومن بعد يعمل الله الدين، يعني واحد ما يخدم على روحه ونعملوا اللي علينا ونبقي على ربي وكذا.